وبيطلع لعيبه. اه طبعا الظروف، عارف ان الدنيا بتبقى صعبه وفي اوقات كتير خصوصا السنين اللي فاتت دي، اما الدنيا بتقفل فبتضطر تبيع. طيب على الناحيه التانيه بقى برضو، يعني شرفني ان يكون معايا النجم احمد دويدار، يعني نجم نادي الزمالك السابق ونجم نادي برضو الاسماعيلي السابق ونجم برضو الريمونتادا. يا ابو حميد يا كابتن بركات، اخبارك؟ وحشني جدا يا كابتن، اخبارك ايه؟ ايه الاحوال؟ كله تمام؟ زي الفل يا كابتن. طمني على البليزرات، جبت حاجه جديده؟ اه والله في حاجه كده جايه جامده جدا هتعجبك. لا طب ما انا عايز اشوفها بقى، بقول لك ايه، خليها بص على جنب، خلي اول طالعه معايا انا بقى. ده لازم يا كابتن، ده لازم. بقول لك يا دودار، شفت ازاي النهارده لقاء الاهلي ولقاء انا بس عايز اقول حاجه يا كابتن. اه عايز تقول ايه بقى؟ شكلك هتقول حاجه. كل كلامك قول لي، وبتتكلم مهمه جدا في روح النادي الاسماعيلي وفي اللعيبه لازم تأدي باقصى ما كنت عندها. انا واحد من الناس بشجع بعد نادي الزمالك النادي الاسماعيلي، ولعبت في نادي الاسماعيلي سنه. انت راجل لعبت هناك؟ اه لعبت هناك، وكنت موجود ما كمان في المدرج في نادي الاسماعيلي في ماتش 4-4 لما انت يا كابتن كنت بتلعب في نادي الاسماعيلي. وقد ايه جمهور نادي الاسماعيلي بيحب الكوره جدا جدا جدا، لكن لسه لعيبه النادي الاسماعيلي مش عارفه قيمه تيشيرت نادي الاسماعيلي. طب معلش ثانيه واحده قبل بس ما تكمل، بس قبل ما تاخدني كده، شفت الجون اللي انت جبته في ماتش 4-4؟ لا لا مش هسالك كده يعني. طب انت كنت، انا دلوقتي انا الاسماعيلي بيلعب الاهلي في الاستاد، انت كنت في المدرج بتعمل ايه؟ كنت بتفرج على الاسماعيلي، على الكابتن محمد بركات وعلى المجموعه اللي جامده جدا في نادي الاسماعيلي. انا من عشاق نادي الاسماعيلي. كنت هسالك سؤال ده، مش هساله لك، هعديها هعديها خلاص. فالنهارده الماتش يا كابتن، ببارك للنادي الزمالك وببارك لجمهوره. النهارده ماتش صعب جدا جدا جدا، صعوبته ان ميدو تحمل المسؤوليه قبل الماتش ب 48 ساعه. دايما انا قلت